الإخوان اللي قدموا مقترحات الأخوات على الفيسبوك. نعم. أحدهم قدم مقترحات كتير مهمة، قال إنه نضع شروط، شروط على مدة الإقامة، على مكان الولادة للابن اللي أحد والديه غير أردني. أنا مع هذه القيود ومع هذه الشروط. الشروط موجودة. حقوق الإنسان شروط. طبعاً. عفواً هذه الشروط موجودة بس طبعاً. على الزوج. يعني أنا أردني. أنا أردني وبالقانون بمنح زوجتي وأولادي، ومع ذلك هناك لا أمنحها خالد. فوراً. طيب في حقوق مواطنة أجنبية. أنا إذا تزوجت أجنبية بعد 5 سنوات لما أمنحها الجنسية الأردنية. نعم. وإذا تزوجت لكن أبنائك بياخذوا الجنسية مباشرة. بالضبط. أنا بحكي على الزوجة. حتى لو لم يولدوا في الأردن وحتى لو لم يقيموا في الأردن إطلاقاً. طبعاً هذا يعني ممكن يكون في أستراليا ولا يكون هو وياها. مش ابنها يعني. لا يا سيدي أنا لما أكون سوري وجواز سفري سوري أو لبناني إن شاء الله في أي بلد في الدنيا. زوجتي بتخلف بتاخذ جواز سفر لابني، يعني هذا حق. اوكي ليش لك حق ولا لا؟ معلش قبل شوي يعني. معلش يعني بنرجع هون لنقطه المساواه. اسمحوا لي، ما هي المساواه في بالحقوق الانسانيه والمدنيه. طيب. انا مع المعاليها كل الحقوق الا السياسي. ما في حق سياسي للمراه يعني. لا 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 طبعا. الا حق سياسي داخل بلدها الان لها كل الحقوق. بالعكس الاردن ومعاليها بتعرف أكثر دولة بتعطي حقوق للمرأة الآن من ناحية الانتخاب، وأعطوها نسبة وأعطوها كوتا وأعطوها صارت وزيرة نائب رئيس وزراء وقاضي يعني أعطوها كل الحقوق. وإحنا الآن زي قبل شوي في الفاصل إحنا الرجال بجوز نطلع مظاهرة نطالب بجزء من حقوقنا كرجال يعني من كثر المرأة ما بتاخذ حقوق. ومع ذلك يعني احنا اولا هذا الفهم قضيتنا عفوا معاليك بس كمل قبل شوي معاليها بس اكمل بالله نسيتوني اياها كذا مره. موضوع الاتفاقيه الغير نافذه اللي حكتها معاليها على موضوع انه الدول العربيه اتفقوا المشروع الاتفاقيه. قرار الوحده الاردنيه الفلسطينيه مين اعترف فيه في الدول العربيه؟ ولا دوله. اه بس هذا قرار معلش الله يخليك معاليك. ليش احنا هاي بنمسكيها وهي هذا بين الدولتين لا هذا مش يعني قرار وحده. لا صار فيه استفتاء ولا صار فيه موافقه يعني جامعه الدول العربيه لم تعترف به. حتى جامعه الدول العربيه قالوا للاردن هاي الضفه وديعه صحيح عنك. كلامك استاذ خالد لكنه دستوريا في الاردن صار بقانون. لا يا سيدي لا هي ما صار فيه استفتاء. هذا القرار الوحده يجب ان يكون فيه ومع ذلك احنا قبلنا فيه لانه زي ما تفضلت معاليها هو يعني ظرف استثنائي سياسي بدنا نحافظ على ارض عربيه فلسطينيه على مقدسات على يعني وعدم منح الجنسيه نوع من انواع الحفاظ يعني على حرر البلاد على نفس المبدا حرر البلاد. طيب. هذا الموقف لا مش حرر البلاد هذا موضوع انت تساهم الان في افراغ. انا ما بدي يعني عندي 12 مليون فلسطيني على اللي موجودين هناك. عندي 12 مليون فلسطيني الان انا 4 بالضفه وغزه 1.5 مليون داخل 48 بالأردن 3 بالشتات 7 عند 12 مليون. أنا بطالب كل فلسطيني يجب أن يحصل على جواز سفر فلسطيني يجب أن يحصل على حتى لو معه 60 جنسية. كيف اليهود يا أخي أنا معك في بثبتوا حالهم في كل العالم يعني. ليش دائما اسمحي لي معليك لماذا دائما نتخلى عن جنسيتنا يعني. الكلام جميل. ليش دائما كل ما بننثير هذه القضية نقلق دائما في قلق في الأوساط السياسية وفي بعض أوساط المجتمع من أنه هذا الموضوع تمهيد للتوطين بنمشي يعني 50,000 فلسطيني باعتبار انهم هدول فلسطينيين بنحكي عمالنا عن خلينا نقول بين هدول ان 250,000 جنسية أردنية سنمنح الفلسطينيين هذا معناه إفراغ الأرض الفلسطينية من الفلسطينيين وتجنيسهم أردنيا. يا سيدي أولا الهدف نبيل لكن الوسيلة غير مقنعة. حرمان أبناء الأردنيات المقيمات في الأردن المتزوجات في الأردن اللي أبنائهم عايشين في الأردن وبيعانوا هذا لا صلة له بالأوضاع اللي بنحكي عنها. أنا أؤيد تماما كل خطوة هدفها ضمان حق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية جميل. وضمان حق الفلسطينيين حتى في الشتات في كل مواقع الشتات بالاحتفاظ برابطتهم القانونية والسياسية بفلسطين وبالدولة الفلسطينية. طيب شو الحل عندكم؟ لكن أنا لا أرى صلة بصراحة لا أرى صلة على الإطلاق بين حق الأردنيات
زي حق الأردنيين اللي بيمنحوا الجنسية سواء زوجوا من فلسطينية ولا من أي امرأة في العالم، وأبنائهم سواء كانوا أبناء فلسطينية أو أبناء أي امرأة في العالم الجنسية، وأحرم المرأة الأردنية من هذا الحق. هذا أنا غير مقتنعة فيه. إذا المصلحة حتى لو كان له دافع سياسي، ما له دافع سياسي. الدافع السياسي يجب أن يفرض قيود على الرجل كما على المرأة. ليش ما إذا إحنا عندنا موقف سياسي؟ يعني خليني كمان أحكي عن نقطة تانية. عادة يثار إنه يعني مسألة الولاء والانتماء لها علاقة بالأب الأردني، مش صحيح. لا لا طبعا، التي تربي على الولاء والانتماء هي الأم. صحيح. ولما صحيح. الأم بتكون هي المقيمة. معلش يعني ما بنحكي أكيد عنه. لا لا ما بنحكي عنه، لكن أنا بحب يعني للتنوين. هذا لا للتنوين بأس. لأنه يثار في الندوات أكيد طبعا. التي تربي وتزرع الانتماء والولاء لأي مجتمع طفل. في العالم أو دولة في الطفل هي أمه. صحيح. أمه اللي بتقعد معه أول 4-5 سنوات من عمره لسيقة فيه وبتربيه، وهدول أهم 5 سنوات في عمر الطفل. طبعا. إحنا لما الطفل يولد في بلدنا أمه أردنية زرعت فيه الانتماء والولاء، عاش وكبر وتعلم وإلى آخره، ولكن في كل المراحل عنده شعور أنه أنا لا يعترف بي كمواطن في الأردن. حتى حديث السيدات اسمحي لي، لن نقبل يعني بأن نكون أنصاف مواطنات. يا سيدي ما حدا قال أنه المرأة الأردنية نصف مواطن. ما هي مش معطية يا سيدي الجنسية. لا هي كشخص، هي كشخص هي مرأة، يعني هي أردنية لها كامل الحقوق السياسية وغير السياسية. ما حدا حكى على موضوعها نهائي. الآن اللي تفضلت فيه معي، أليست حقوقها مهضومة؟ أنا واضح في هذا. لا لا لا. اسمح لي سخالة نحكي بصراحة، من أي ناحية إنها تمنح الجنسية؟ هذا بس هذا بهذا الحق منقوص للمرأة وللرجل الحق لا موجود؟ لا هو ليس منقوص يا أخي، ليس منقوص. هي القضية يعني الدولة الوحيدة اللي حكتها معي في بداية الحديث اللي تمنح الجنسية بناء على رابطة الدم للأم هي إسرائيل. اليهود لا لا كثير اليهود. دول اليهود أكثر من 60-70% من اليهود من دول هي العالم. اللي تعترف بجنسية لا أنه لا هذا لا. يهودي إذا أمه يهودية. لا هذه إحنا مو مع ذلك، ما عليك معلش، ومع ذلك يعني نقول من حق المرأة. اسمح لي من حق المرأة اللي أمه أمريكية. اسمح لي اللي أمه أمريكية ما بأخذ جواز أوروبية. أكثر من أمريكا 60-70% من دول العالم. أمريكا إذا بتولد هناك اذا بتولد مين مكانت امك وابوك بتاخذ جنسيه. لكن اذا امك امريكيه برضه بتاخذ جنسيه. بقعد بحكي لك لو امك مش امريكيه، مش بس الامريكيه، مين يعني مكانت امك اذا بتولد زي ما حكت معالي على الارض الامريكيه هذه لها ظروفها. امريكا ليست الاردن، كندا ليست الاردن، مصر يا سيدي ام 80 مليون ليست الاردن. مصر 80 مليون، كل المصريات المتزوجات فلسطينيين ما بتجاوزوا يمكن 4-5 آلاف ولا 10 آلاف، ومع ذلك تمنع منحهم لأسباب سياسية. لا 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 لسه ما يعني بين الغاء وعدم الغاء. الآن إحنا إذا بنحكي على الدول العربية ونعتبر أن القضية هاي قضية بتمس الدول العربية كلها، كل الدول العربية معظمها الآن تمنع هذا الحكي، الأصل أن يكون في قانون جديد يوافق عليه كل الدول العربية بالسماح بازدواجية الجنسية، ويكتب في الجنسية أن أنا لما بمنح ابني الجنسية لا يلغي الجنسية، لا يلغي الجنسيته الأصلية. أنا مع هذا. طيب. أنا في حلول بلاش بس على مستوى الوطن العربي، مش على مستوى الأردن والله حل المشكلة هاي. بدنا نسمع هاي الحلول، لكن بعض التعليقات عبر الفيسبوك، وهي يمكن آخر مرة إنه وقتنا عم بيداهمنا. محمد بيقول نعم أنا مع منحهم الجنسية من ناحية إنسانية للتخفيف من معاناتهم أسوأ بباقي الدول التي تمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب. محمد عزازي بيقول طالما بيحمل جنسية أبوه ليش أعطيه جنسية؟ أنا ما أعطاه حق الإقامة فقط. رشيد أبو غريب بيقول أنا أؤيد إعطائهم الجنسية الأردنية ولهم الحق بالعيش بكرامة مثلها مثل نظيراتها، ولأطفالها الحق أن يكون لهم مكان بين أهلهم ولا تضيع حقوقهم هنا وهناك. سيرين بتقول سواء كان كنا مع أو ضد هم بيعملوا بيشوفوه صح، وأنا من رأيي لا مانع أن الجنسية الأردنية بتشرف فيها الكل. أستاذ أسماء خضر، نحتاج إلى حلول الآن ناجعة للجميع. ما الحلول اللي ممكن توافق الجميع؟ يا سيدي أنا أولا من حيث المبدأ أنا مع الحق المتساوي، لكن إذا اقتضى الأمر أن نبدأ بالتدرج بمنح الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، حق العمل، حق التعليم، حق رخصة قيادة السيارة يا أخي، الوثائق إثبات الشخصية، بعضهم عندهم مش وثائق إطلاقا، كل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية باستثناء الحقوق السياسية، أي حق الترشيح والانتخاب وتولي الوظيفة العامة في الدولة. هذا ما هذا قد يكون حل عملي سريع. طب طرحتوه هذا الحل؟ طرحناه. هل تجاوب هناك الحوار الوطني؟ طرحنا. هل هناك تجاوب مع في تأييد له، لكن ما فيش انتقال من الكلام اللفظي
إلى التطبيق العملي. عمليا ما فيش اختلاف عليه. يعني ممكن يعني الحوار الوطني ممكن يخاف على مخرجاتها قبل ما تخاف على لا هي لجنة الحوار كل الأمور عندها. طرح في أكثر من موقع وطرح في أكثر من مجال، وأعتقد أنه كل الأطراف بتوافق عليه ما عليه جدل. التدرج. وأنا أعتقد أنه كخطوة الآن سريعة لرفع المعاناة والحد من الإشكاليات اللي بتواجهها المرأة الأردنية، وخاصة خليني أذكر هون المطلقات، الأرامل، نعم، المهجورات اللي بيعيشوا مع الحالات، عفوا معاليك هاي الحالات ما في اثنين يعني بيختلفوا عليها. طيب حالات بس ما فيش لها حل، لكن ما في قانون حل. لا ما هي هي طيب ما في قانون، يجب التدرج بتحكي طيب فيه معاليك. بس دقيقه بالله. شكرا لك، تفضل شخالك. التدرج يبدا من الحاله اللي تفضلت فيها معاليك، من الحاله الانسانيه. انا لما يكون عندي 1000 او 500 او 700 امراه اردنيه عندهم ظروف انسانيه صعبه، يا اخي هذول ما راح يغيروا المعادلات السياسيه كلها. هذول ما في خلاف، لا اعتقد لا الحكومه ولا اي مواطن اردني بيقبل انه امراه اردنيه عندها حاله انسانيه ارمله او مطلقه او الى اخره، وعندها طفل او طفلين مش عارفه، هاي حاله انسانيه. لو القضيه حاله انسانيه قلت لك العلاج لها سهل. احنا قضيتنا فقط عندما الحق السياسي، الحق السياسي، واعتقد انه الجميع متفق انه لا حق سياسي. الحق السياسي على المدى البعيد المستقبلي يجب دراسته كمان. طيب يعني لابد من قيود لاسباب سياسيه بتتعلق بالسياده، نعم، تتعلق بحمايه الوطن، لا باس في ذلك، ولكن نفرضها على الرجال والنساء. الرجال والنساء. كل الشكر لكم وضيفي الكرامين، شرفتوني جدا في هذه الليله. مشاهدينا اشكركم على كرم المتابعه، التقي بكم غدا في نفس الموعد، تصبحون على الف خير.